وللمزيد حول هذا الشأن ينضم إلينا الخبير الأمني العقيد حاتم صابر. بنرحب بك في البداية سيادة العقيد. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. يعني نجاح جديد للنيابة العامة في استئصال أذرع جماعة الإخوان الإرهابية، كيف تابعتم هذا النجاح وكيف رأيتم الاستراتيجيات التي انتهجها التنظيم الإرهابي للإضرار بأمن مصر القومي؟ أولا يعني هو القرار النائب العام اليوم يأتي تكليلا لجهود رجال المخابرات العامة المصرية اللي استطاعت بيقظة وقدرة فائقة على التتبع والرصد لكافة الأنشطة التي تضر بالأمن القومي المصري المتمثلة في إنشاء شبكة من التجسس، الغرض منها الإضرار بالمصالح القومية البلاد بالتعاون مع سيادة العقيد. زعزعة الاستقرار. زعزعة الاستقرار في الدولة المصرية. يكفي أن نعلم أن جماعة الإخوان المسلمين هي الذراع المتخفي للحكومة التركية التي استطاعت أو ما الأصح كادت أن تطبق على رأس الدولة المصرية عقب أحداث 25 يناير، واستطاعت بكافة الوسائل العمل السري أن تخترق أو في محاولة لاختراق الأمن القومي المصري. كل هذه الامور دفعت رجال المخابرات العامه الى كشف هذه الشبكه والقاء القبض عليها وتسجيل اتهام للمتواجدين منها داخل البلاد وخارج البلاد وتحويل الامر الى النائب العام الذي اصدر قراره المتقدم بحبس 29 من هذا التنظيم والتحافظ على اموال البعض الاخر وحظر النشر في باقي اورقه هذه القضيه الى حين انتهت التحقيقات. نعم، الخبير الأمني العقيد حاتم صابر، شكرا جزيلا لك.